أنا اسمي نجلة. في الفيديو ده هجاوب على سؤال مهم جدا مكون من جزئين. الجزء الأول، هل الرسم موهبة؟ والجزء الثاني، إزاي أتعلم الرسم؟ على عكس الشائع أن الرسم موهبة، لكن هو في الحقيقة عبارة عن مجموعة مهارات مرتبطة ببعضها، ممكن أي حد يتعلمها بشرط يكون عنده الشغف والدافع أنه يكمل. تحديد الهدف من تعلم الرسم ممكن يكون صعب شوية في البداية، بس مهم جدا، ببساطة عشان في فرق بين ان انا بحب العب بالالوان او اشخبط بغض النظر عن النتيجة النهائية، وبين اني اكون عارفة انا ليه بستخدم تكنيك معين او بختار الورق على اساس ايه، وازاي اوظف كل الادوات في مكانها الصح. النقطة دي مهمة للي لسه هيبدأوا، لان هما بين اختيارين، يا يدرسوا اساسيات الرسم بشكل صحيح او يكملوا على انه هواية، وده كمان شيء جميل ومش بيقلل من حبهم للفن بشكل عام. ازاي اتعلم الرسم؟ احنا بنرسم عشان نخلق عمق على الورقة او السطح اللي بنرسم عليه، يعني ان اي حاجة نرسمها يبقى شكلها ثلاثي الابعاد. خلينا نفكر في الرسم على انه وسيلة بنعبر بيها عن ملمس الحاجات وشكلها وقربها او بعدها، وفي مجموعة عناصر لازم نفهمها ونوظفها صح، وهي الظل والنور واللون والشكل والحدود. دراسة العناصر الأساسية دي مهمة جدا، لأن أي حاجة هنبنيها عليها بعد كده، ولو الأساس ده ضعيف مش هيكون في تطور في المستوى. طبعا أي حد بيبدأ يتعلم رسم ويبقى عنده هاجس هو هيحتاج وقت قد إيه. خلينا نتفق إن محدش ممكن يتعلم لغة جديدة في أيام معدودة، نفس الفكرة بتنطبق على الرسم. الوصول لمستوى جيد محتاج تدريب وممارسة، وده بيختلف من شخص لآخر، فالمقارنة بين نفسك وبين أي حد قررت تتعلم منه هتكون محبطة جدا. عشان كده في البداية المفروض يكون هدفنا الرئيسي هو التدريب باستمرار، على الأقل نخصص ساعتين يوميا نمارس فيهم تدريبات مختلفة تساعدنا نطور مهاراتنا في الرسم. مهم جدا في البداية أهتم بالرسم نفسه أكتر من الأدوات. في ناس بتلخبط نفسها بين أنواع كتير من الألوان والأقلام، وده بيشتت تركيزهم عن الحاجة الأهم، وهي إنهم يتقنوا الرسم أول. في الديسكريبشن لينك للأدوات اللي هتحتاجوها في البداية، وكمان في لينك تدريبات لأول خطوة عشان تتعلموا الرسم. أتمنى الفيديو يكون مفيد، وطبعا تقدروا تشاركوا بأراءكم واقتراحاتكم في الكومنتس. شكرا جدا لمتابعتكم، واتمنى لكم يوم مليان فن وجمال. As the sun begins to shine.